طبعا ان انا اقعد النهارده اول يوم وسط مجموعه الروتاريان. بشكر المدام او الدكتوره مايان، بشكر المحافظ القديم، سعيد ان انا اكون موجود مع الدكتور ايمان سامي صديقي واخويا احد مصر. على المستشفى قلت له اتفرج. دخلنا مرينا في المستشفى، لقيت ان في المستشفى كلها NHS، كلها بابليك، كله تأمين. المرضى موجودين في غرف مش سيبرت، ده تأمين صحي. قال لي بس احنا عندنا في برايفت سيكتور، عشان اللي بناخده من البرايفت سيكتور بنصرف فيه على تأمين. دخلت شفت لقيت كل الحاجات موجوده، بس الفرق الوحيد ان كل عيان في اوضه في بانوهات، معرفتش عددهم. كل بانو واخد لون كده، وعلى البانوهات مكتوب اسماء. وبعدين بدا يحكي لي، قال لي دول 365 بانو، كل بانو عليه اسم شخص، وكل شخص مسؤول عن الصرف على هذه المستشفى ليوم كامل. انا بشكر كل روتاريان وبشكر المجموعه اللي اتشرفت بعمل معاها في اليوم، وكل الشكر والتقدير لحضراتكم. شكرا جزيلا. حاسس ان كلكم فخورين باللي بيحصل في الفيوم، بقدر ما معالي المحافظ فخور بيكم وبانجازاتكم هناك، فان شاء الله التعاون يستمر والى نجاحات اخرى.